لقب كبير المراسلين في الجزيرة بعد سنة من شغلك بهاي المحطة، هل كان تدخل هناك في الواسطة أنه معطوك هذا اللقب بالسهولة وبالسرعة الكبيرة؟ لا، هو الواسطة ما في غير قائمة بتاتا، يعني لا في هاي الشغلة ولا في غيرها. لا، حتى وصولي للجزيرة ما كانش فيه له علاقة بالواسطة. أنا حصلت على هذا اللقب المضبوط بسبب تغطيات قمت فيها في هذيك الفترة، وكانت تغطيات خطيرة جدا. فهذا السبب إجا إنه سموني كبير المراسلين، وأول واحد أخذ هذا اللقب في الجزيرة في هذيك الفترة. طيب هذا اللقب أثر، بس واسطة ما فيه لا طيب بهاي ولا بغيرها. يا سيدي احنا مصدقين والمشاهد رح يصدق. بس قديش فلحت؟ لأنه أكيد أثر على راتبك في الجزيرة بهذيك الفترة. ما أثرش دي أول، شو الدعوة؟ يا اللقب يا الراتب، هو بدي أعطوك اللقب والراتب بزبط. أعطوك بس اللقب اللقب وما أخذوا الراتب. أنت تخيلت. طيب لو خيروك بين اللقب والراتب شو بتختار بصراحة؟ أكيد الراتب. يعني يا عمي طنيب عرضك ما تجاوبيش عنه، طنيب عرضك ما تجاوبي عنه. هو يفترض أنه لما بدي أعطوك لقب، بدي أعطوك لقب مهني أنه يزيد الراتب، ولكن زيادة الراتب مهمة. طيب احنا في عندنا سؤال ثاني، نظرا للظروف المادية اللي كانت تمر فيها، يعني عن جد بيطلع لك هي مكتوب، مش لأنك حكيت انه كان ظروف المادية اول شيء الجزيرة ما زادتك ايش، وانت كاين راتبك بسيط في ذيك الفترة، كاين انت عندك قضية في المحاكم الفلسطينية، وهي انك انت حدا متداين مصاري ومش ساده.